السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما عودناكم وإن شاء الله ما نعودكم يعني، لكن هذه الصورة أنا مضطر أني أظهرها مثل ما هي، فأرجو من الأخوات أن ما يشاهدن الفيديو. هذه الصورة اللي راح أظهرها لكم الآن هي صورة عبد الأمير خان مسؤول الصندوق الإسلامي الشيعي. تصور معاي هذا الشخص مسؤول صندوق إسلامي وشيعي وهذه حالته، حتى تعرف العراق سياسيين وأهل دين والحاكم الجعفري والمؤمن الجعفري شو يسوي في البلد. تصور معاي يعني هذا بإمكانه الآن أن يأخذ أي وحدة متعة وخلاص، لكن الظاهر أنه في ظروف حدته أنه ما يستطيع أن يجيب له وحدة متعة، فقام يتمتع وياها عبر الموبايل. وما يعرف الغبي أن تبادل الصور والفيديوهات عبر الانترنت، أي شخص من أجهزة الاتصالات موجود على الخط ويشوف الاتصال يقدر يأخذ منه نسخة وبعدين يفضحها، ما يدري. فالحمد لله اللي فضائحكم تتوالى، سواء من معمميكم ومراجعكم وسياسيينكم، وهذه هي دولة العهر الجعفري، هذا العراق الحديث، هؤلاء يقودون العراق. ثم تسألني لماذا أهل العراق دمروا العراق، هؤلاء هم من بيديهم زمام السلطة، هؤلاء من تدعمهم أمريكا وأوروبا وإيران، هؤلاء اللي يدعمونهم، هؤلاء اللي ماسكين الدولة والسلطة في العراق. عرفت أمريكا ليش تسكت عن أسلحتهم وميليشياتهم وإرهابهم وتفجيراتهم ومفخخاتهم وقتلهم وتعذيبهم وظلمهم وسرقاتهم؟ لأنهم بكل بساطة هؤلاء خدم لأمريكا، وأمريكا ما تلقى أحسن من هذولا يخدمونها. تحياتي لكم يا أتباع القائد الجعفري، وكما عودتكم في نهاية كل فيديو جمعوا حتى أخذ لكم صورة جماعية. تحياتي لكم. Thank you.